السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية من القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. الشخص اللي يصير مهندس، هل جاره يصبح مهندس أو هو؟ الشخص اللي يصبح تاجر، هل صديقه يصبح تاجر أو هو؟ الشخص اللي يصبح خطيب، هل ابنه يصبح خطيب أو هو؟ الشخص الذي يصبح وزير بجهوده وجهاده وعمله، هل هو يصبح وزيراً أو ابن خاله أو ابن عمه؟ هو. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. كل واحد اللي يتزكى زكاته لنفسه. الزكاة يعني التطهير، التطهر. الإنسان الذي يعمل عملا دنيويا نتيجة عمله لنفسه، والإنسان الذي يعمل عملا أخرويا نتيجة عمله أيضا لمن؟ لنفسه. ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. زكاتك ليست لله ولا لجيرانك ولا لأقربائك. أنت الذي تسمو، أنت الذي تتفوق، أنت الذي تتقدم، أنت الذي تشتهر. كل إنسان، كل عمل عمله هذا يكون لنفسه. وكذلك من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، من تنجس أيضا إنما يتنجس لنفسه. أي معي، لكن كواقع. آية أخرى الله سبحانه وتعالى يجمعهما بقوله: كل امرئ بما كسب رهين. كسب خيرا هو رهين خير، كسب شرا هو رهين شر. نعم، الفرق أنه أحيانا نتيجة عملك تأتيك بسرعة، أحيانا نتيجة عملك تأتيك ببطء. هذا الطالب الذي يدخل الابتدائية، شو وقت يتخرج دكتور؟ بعد 18 سنة. جاءته نتيجة عمله ودراسته، لكن مجيء نتيجة دراسته بعد 18 سنة. وأحيانا أنك تعطي فرضا 10,000 دينار في متجر وتربح ويصبح مالك 40,000 دينار أو 20,000 دينار في يوم واحد أو أسبوع واحد. النتائج الإنسان يحصلها، إن خيرا وإن شرا، وإنما الفرق في السرعة والبطء. الأشجار، ما شايف الأشجار؟ شجر نزرعها بعد 3 أشهر يعطي ثمر، البطيخ والرقي والطماطم وما أشبه، وشجر نزرعه بعد 20 سنة يعطي ثمر، النخل. وكيف كان؟ فالنخل يعطي الثمر، والبطيخ يعطي الثمر، والحنظل يعطي الثمر، لكن سرعة أو بطء. الإنسان الذي يتطهر فيه فائدتان. الفائدة الأولى أن الناس يحبه. أي إنسان أمين الناس يحبه، أي إنسان صدوق الناس يحبه، أي إنسان متقي الناس يحبه، أي إنسان كريم الناس يحبه، أي إنسان متعاون في الخير الناس يحبه. هذه الفائدة الكل. أكو في المجتمع فرد واحد أمين والناس يسبوه؟ ماكو. أكو فرد واحد في المجتمع كريم والناس يهينوه؟ ماكو هذا الشيء. هذه هي الفائدة الأولى. بالعكس، الناس يكرهون الخمارين. أول ما يجي على بنتك يريد أن يتزوجها تسأل: هذا خمار؟ خمار لا ماري. حتى إذا الأب خمار لا يعطي بنته للخمار. قمار ما يعطي بنته للقمار، زمار ما يعطي بنته للزمار.
كذلك الآن إذا أردت صانع لمحلك تسأل هذا الإنسان أمين أو مو أمين، يقول المو أمين هذا إذا أعوج على ما يقال ميجي. فنتيجة الشر ونتيجة الخير يحصلهما الإنسان قبل غيره. هذا أول فائدة للخير، أن الإنسان يحصل نتيجة الخير عند المجتمع. وقرأنا الآية في مجلس سابق لنا قوله سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. يعني إنك إذا آمنت وعملت صالحا الله يلقي محبتك في قلوب الناس، الناس يحبوك، الله يسوي هذا الشيء. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني حبا، يعني الناس يحب. هاي أول فائدة. الفائدة الثانية وهي فائدة أعظم، وهو أنك تتصل بالله. هذا أكبر فائدة للعقلاء، أن يتصل الإنسان بالله. وفي الحديث القدسي يقول إذا أطاع الإنسان الله أطاع الله هذا الإنسان، يعني مفتاح الأمير يصير بيدك، أمرك يصير أمر الأمير. هاي مفائدة واقع، أمر الإنسان يصير أمر الله سبحانه وتعالى، عمله يصير عمل مربوط بالله سبحانه وتعالى. أقول فرد عالم نصلى بأس أن تسمعوه. كان عندنا عالم، هذا عالم مر قبل 60-50 سنة في تبريز، أنا ما شايف، أنا شايف تصوير، وشفت ابنه أيضا، ابنه يجي إلى كربلاء وأنا زرته وزارني أيضا. هذا مرجع تقليدي هو في تبريز، هذا العالم اسمه الشيخ ميرزا صادق طاغا، هذا أحد علماء تبريز المراجع المجتهدين. إنسان جدا طيب وإنسان متصل بالله، لأن أكو فرق بين السطحي وبين الاتصال بالله سبحانه وتعالى. الاتصال بالله له قيمته الحقيقية، إذا حقيقة اتصلت بالله الله يتصل بك. شيخ ميرزا صادق آغا صار في إيران السفور، سفور النساء، وصار وصار وصار، هو هذا المرجع أخذ يحارب هذه الأشياء. طبيعة الحال إنسان طيب، من شرائط المؤمن أن يكون عامرا بالمعروف وناهيا عن المنكر ومجاهدا في سبيل الله، لأننا منذ طفولتنا قرأنا فروع الدين: الصلاة، الصوم، الخمس، الزكاة، الحج، شنو بعد؟ الجهاد. بعد شنو؟ الأمر بالمعروف، بعد شنو؟ النهي عن المنكر. يعني الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مثل الصلاة والصيام. شنو صلاة واجبة صبح لازم نصلي، ظهر نصلي، مغرب نصلي. تجاهد هالشكل واجب. تأمر بالمعروف هكذا واجب. تنهى عن منكر هكذا واجب. هذا مرجع تقليد هو. فرأى أنه من الضروري محاربة هذه البدع والمنكرات التي تفشت قبل 50 سنة. أخذ يحاربها، أخذ يحاربها، 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 حتى ألقي عليه القبض مسفرا، يسفر من البلاد. وهو مرجع تقليد يقلد، وعلى تبريز شخصية، وعلى تأليف، أنا شايف تأليفه أيضا معلف هو. عندما كان أستاذ في كربلاء اسمه الشيخ محمد علي السرابي الله يرحمه، هذا ماكو صديق هنا شايفه، الشيخ محمد علي السرابي، هذا كان شايف هذا العالم وهو ينقل لي هالقصة. أنا قرأت على الشيخ محمد علي السرابي في كربلاء تفسير القرآن قرأته عنده وشرائع الإسلام، هذا كان ينقل، هو أيضا من الأخيار، كان الشيخ محمد علي السرابي ناقل القصة عن ميرزا صادق آغا، ينقل القصة هذا الشيخ، يقولوا ألقي القبض عليه، الناس تجمهروا، طبيعة الحال يريدون يودون مرجع تقليدهم، الناس تجمهرون، الناس تجمهروا. قال هؤلاء الذين ألقوا القبض عليه ويريدون تسفيره، قال لهم للناس قال لا تحاربوا، أكون فائدة محاربة الآن، أنا أروح بس أريد فرد كلمة أخيرة ألقيها عليكم وأذهب. صعد على ربوه، قال أيها الناس أنتم تعلمون أنا ابن هذا البلد وعشت بينكم 50-60 سنة، قال هل تعلمون عملي في هذا البلد شنو كان؟ ثم بين هو، قال أنا كنت في هذا البلد أصلح بين الزوج والزوجة، وساعد الفقير، شخص اللي يأتي منكم من الخارج أزوره، نزاع بين شركاء أحل النزاع، أخذ منكم حقوق
وأدفعه في المشاريع، أصلي جماعة، أصوم، أنصح، أصعد المنبر، أدرس الفقه، عندي حوزة علمية. أخذ يبين هذه الأمور. هل أحد منكم رآني أشرب خمرة؟ لا، كلهم قالوا لا. أحد منكم رآني أزني أو سمع؟ لا. هل أحد منكم رآني أقامر؟ لا. هل أكلت مال الناس بالباطل؟ لا. هل قتلت إنسانا؟ لا. هل جرحت إنسانا؟ لا. هل صنعت فتنة؟ لا. أخذ يبين صنعه إيجابيا وسلبيا، وبعد ذلك قال كلمتي الأخيرة: اعلموا لماذا أسفر. هذا بعدين لا يقال أنه سفر لأجل أنه زنى أو شرب الخمر أو أجرم أو له جنحة أو ما أشبه. خلاص الناس أخذوا يبكون، وهو أمرهم بالهدوء. لأن شفاكوا فائدة من الاصطدام. سافر، شاهد في هنا مو في هالقطعة اللي نقلناها، مشاهد في هالقطعة الشاهد. لما سافر، أربعة من البوليس يعني الأفسرية يعني الضباط الكبار موكلين بتسفير هذا الرجل والسائق، أربعة ضباط، وهذا الخامس والسائق السادس. السيارة الصغيرة كم واحد تأخذ؟ ثلاثة قدام ثلاثة وراء، أحدهم السائق. فخمسة مسافرين، أربعة ضباط، وهذا خامسهم. هو خلاه ورا السيارة، ضابط منا بيده مسلسل، وضابط منا يمه، والضابطين قدام، والسائق اللي يسوق. سوق إلى أين؟ مو معلوم إلى أين. بالفعل بعد وصلت مكان جدا بعيد، جدا جدا بعيد، في لورستان، من تبريز إلى لورستان، يعني من هالصوب من إيران إلى هالصوب من إيران، بعد بعد سفر. في الطريق هذا ينقل أحد الضباط، هذول الضباط الذين وكلوا به، الضباط اللي يريدون يودون مرجع تقليد، يجب أن يكونوا إلى أبعد حد من السفالة. لا ضابط طيب ويصلي ويصوم ويعمل صالح، ما يخلوا يقولوا له جيب مرجع تقليد، هذا شيء طبيعي، هذا ما يجيبه. ضباط انتقوا ضباط من أفسد الضباط وأخسهم وأسفلهم، ما عندهم لا شرف لا دين لا عقيدة لا عمل صالح. هؤلاء انتخبوهم حتى ينفذوا أوامر، ولا فرد واحد إنسان طيب يقتل الإمام الحسين؟ مستحيل هذا الشيء. فالسافل منحط، هم السلطة انتخبوا أربعة من الضباط كلش بعيدين عن الموازين حتى يسافروا هذا الشخص. الشيخ ميرزا صادق آغا أحد الضباط بعد هالقصة اللي سفر هذا الشيخ، بعد هذا القصة شيخ محمد علي يقول الله يرحمه السرابي أستاذنا، يقول أنه هذا رأيناه في مشهد مستقيل بعد مدة، مستقيل عن الضابطية عن الوظيفة، وصاير إنسان طيب من أطيب من يكون، صلاة وصوم ودعاء وقرآن وحرم الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وكل الذكر. أثناء خير انقلاب عد رأيناه بعد أفرض عشر سنوات خمس سنوات من القصة، فرد مدة بديل. يقول تعجبنا، قلنا له أنت مو عمي فلان، إحنا نعرفك أنت كل شيء عندك من زنا وخمر وقمار وعد عقيدة ما عداك وإنسان سيء ووسخ، شلون صار؟ قال الحقيقة مرزا الصادق آغا سواني هالشكل هذا الشيخ. شلون سواك هالشكل هذا الشيخ؟ قال ما. قال احنا الاربعة كنا مامورين بتسفيره، جبناه اخذناه من تبريز تسفيرا نوديه الى بلد اخر. في الطريق احنا هذه القصة صار بعد الظهر، يعني عصر اللي اخذناه من البيت لقينا القبض عليه ونوديه في الصحراء. والسيارة سيارة ممتازة من هذا الجيب اللي لا يعرف لا جبلا ولا وحدة، تسير سيارة جديدة وتسير بأسرع ممكن حسب الأوامر، والسائق ممتاز. يقول جينا السيارة تنهب الصحراء نهبة السرعة أفرض 200. يقول جينا صار المغرب قريب المغرب، وأنا إلى ذاك اليوم لا أصلي ولا أعرف الصلاة ولا أي شيء. الضابط يقول في الطريق من صار المغرب هالشكل، مرضى صادقاتها توجه إلي، لأن هذا واحد هنا قاعد واحد هنا قاعد، إذا الاثنين يمنا
هو في الوسط مالهم حتى لا يشعرون. بس ما مكلب شيء بس بالمسلسل واقفين اثنين قدام. يقول هذه من الزفاف دقائق توجه لنا قال لنا على انه بالسائق توجه عشان يخليه على بالسائق. قال له يصير من فضلك شوية عقب حتى اصلي هذا وقت المغرب. يقول احنا صلاة شنو ضحكنا على عقله واستهزأنا به. هو ما قال شيء. بعد شوية الوقت دخل اكثر افرض اول الوقت الح. بعد شوية دخل اكثر الوقت. قال ارجوكم انا صلاتي مثلكم شيء خمس دقائق انا اصلي المغرب والعشاء ثم نركع. وانا بين ايديكم وصحراء وراكم على الشروط ونحن نعرف ماكم على الشروط. يقول هم يضحكنا عليه من جاوبه من جاوبه وانما نزيد استهزاء به وضحكا عليه لان هو من هذا النوع هم من هذا النوع من نوع شمر. يقول هم الح مثلا افرض من اول المغرب الى عشر دقائق ويلح لانه خلوني انزل حتى اصلي وما يظنكم شيء على كل انتم نصف اللي توقفوا نزل وقفوا خمس دقائق. يقول ضحكنا عليه. يقول ما قال شيء توجه لنا قال لنا اذا انتم لا توقفون السياره هنالك قوه توقف السياره. يقول احنا هذا الكلام كلام مهزل اصلا. اذا انتم لا توقفون السياره هنالك قوه توقف السياره كلام ما الضحك. يقول من قال هذا الكلام واذا شفنا سياره وقفت بمجرد ان قال هذا الكلام. يقول احنا بمجرد ان وقفت السياره مثل فرد انسان النائم اللي يفزوه بالماء البارد تعجبنا شنو صار الوقوف شنو صار الوقوف. هذا الضابط امر مالنا لان احنا ثلاث ضباط تحت ضابط اكبر من هذول الاربعه. قال للسائق حرك. قال ما يتحرك السياره مو بيد كل ما الح عليه. قال ما تتحرك السياره. قال شوف ايش بيها. نزل جوا يشوف ايش بيها واحنا قاعدين بعد السياره يشوف ايش بيها. قام يفحص بالسيارة شريخ مريخ ماكنة كذا. قال ما أدري. صرنا احنا مجبورين ننزل. يقول هو مرزا صادقا قام نزل هو متوضع يدي وضوء وضع السماء شاف القبلة من أين فرش عباءته. الله أكبر صلي صلاة المغرب. صلاة المغرب صلاها وإحنا الأربعة ويا السائق جنحاول نشوف شبيه السيارة ما فيه شيء باقينا واقف. يقول هو صلى صلاة المغرب وفي تعقيب مختصر ما طولها تعقيب مختصر وصلى صلاة العشاء ثم شال عباءته لأن عباءته كان فارشة على الأرض يصلي عليها ثم شال عباءته ونفضها وخلاها على كتفه وجلس في السيارة. قال أغيون بفر ما يتسى تتحرك السيارة. يقول من قال يا سادك خاطبهم هذولا. قال سادك فضلوا هسه تتحرك السيارة. يقول هو السائق راح طوعا شافه تتحرك. يقول احنا ركبنا والسيارة تحركت وصرنا جرادية امامه لانه خفنا منها اصلا. فرد انسان متصل بقوة يتمكن ان يوقف السيارة بمجرد كلمة. يقول احنا صرنا جرادية امامه وخفنا منه اصلا ما نتكلم. يقول منك انا هو الضابط اللي ينقل القصة تبت إلى الله وعرفت أن الله فوق كل شيء. وذاك الوقت عرفت هذا العالم منه لأن ذاك الوقت أشوف عالم هذا هو معمم وعباية وقباية وهذا هو في أمان الله. لكن ذاك الوقت عرفت قيمة هذا الإنسان اللي يتصرف في الأمور الكونية لأن هذا أمر كوني مو أمر إرادي. أمر كوني في وقت الصلاة يوقف بعد يوم تتحرك السيارة هذا هو وما فيه كل شيء. يقول من ذاك الوقت احنا كلنا ندمنا وتأدبنا وتبنا على يده وقلنا له شيخنا اعفو عنا وعذرنا هسه كيفك نريد نترك ونروح نريد شو تريد تسوي. قال لا نفذوا انتوا اوامركم. قال نفذوا اوامركم بس اوقات الصلاة انا نزلوني اصلي. قلنا على امرك الامر واحد المامورين. يقول منك جبنا لكن القطع بعد امر. قال انتم نفذوا الاوامر مو مهم تنفيذ الاوامر بس وقت الصلاه انقلوني للصلاه. يقول من تبريز جبنا الى لورستان. لورستان هالصوب من ايران صاير يعني في صوب
تقريبا اول حدود الايران اللي تدخل صولرستان يسمى كرمانشاه والاماكن وكذا. يقول وصلنا الى هذه الاماكن اطلقنا سراحه ونحن حاولنا من ذلك اليوم كل ما يستقيل ويلتحق برفع المؤمنين لأننا رأينا الله في قدرته أمامنا وقصوة وخيال والنقل والتغيير. الإنسان المطيع لله الله يطيعه أيضا. هو حديث قدسي عبدي أطعني تكن مثلي أو مثلي. أقول للشيء كن فيكون وتقول للشيء كن فيكون. هذا أول وسام يعطيه الله سبحانه وتعالى للناس الصالحين مطيعين لله. إذا اختبت الناس لا خلص، إذا سببت الناس خلص، إذا ما صليت خلص، إذا نظرت إلى بنات الناس خلص، إذا كذبت خلص، إذا ما خمست خلص، إذا أطعت الله شنو الأوامر نفذتها. الإنسان الذي ينفذ الأوامر بدقة فائدته أن الله سبحانه وتعالى أيضا يطير. لكن شوف هذا الشمس صدقاها ما استعد أن صلاة يؤخرها شوية. تعال إلى أصدقائنا هذول الشباب القاعدين يوم يقرأ أول الصبح يصلي ويا أذان الصبح، أول أذان الصبح من أذان صلاة، أول أذان الظهر صلاة، أول أذان المغرب صلاة. أنت في الدائرة، أنت في المدرسة، أنت في النوم. قسم من الشباب يعتذرون يقولون احنا منكم جواب اشتروا فرشة ساعة ومشمات ديناريين أول الوقت. إنسان يطيع الله هذا معنى طاعة الله. يعني ماذا قال له الله؟ هو يطيع الله. هذا يحصل على فائدتين. الفائدة الأولى حب الناس له، والفائدة الثانية أن الكون يكون بأمره. ومن تزكى، الآية التي تلوناها في أول المبحث، ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه. إذا تطهرت فإنما تتطهر لنفسك. إذا صرت إنسانا حسنا فإنما إحسانك لنفسك. وبالعكس إذا صار والعياذ بالله الإنسان إنسانا سيئا، في القرآن الله يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. يعني إذا ظلمت، إذا عصيت، إذا فسقت والعياذ بالله، فبغيك وعصيانك يكون لنفسك. ونسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى.